صعبة كما تعلمون، يعني بعد الاستقلال فترة صعبة جدا في المجتمع، وخاصة في المناطق هذه الموجودة في الأطراف، في الآفاق، المناطق التي لا تتوفر فيها دراسة. الثالث، الجيل اللي قبلنا من شرجيس لم يكن له حظ في الصعود إلى الجامعة، في الوصول إلى ما وصل إليه الزعيم أحمد إبراهيم، تعرفونه، لا فائدة في العودة على نضاله في اتحاد الطلبة، ثم اتحاد الشغل، ثم في الحزب، ثم في الدولة إلى آخره. لكن هذا الشخص في المنطلق لم يكن له حضور، وأنا مثله ورشيد والبعامي مثله وكل التلاميذ اللي سنة 58 ينتمون لفئات شعبية. من كان يصل إلى الجامعة؟ فقط أبناء الأعيان والأثرياء، هؤلاء يسجلون بعد الابتدائي في الصادقية أو في ليسيكارنو. أما أمثالنا فنظرا لصعوبة الدراسة في ذلك الوقت في تونس ولمحدودية إمكانيات الأسر، يعني نقول كلمة قيل الكثير في فخر أحمد إبراهيم، وأراد البعض أن يجعل منه إنسان معدم وفقير جدا، هذا غير صحيح. يعني أنا نعرف داره ونعرف دار خالته اللي عاش فيها، وهو يجي لداري وعشنا مع بعضنا، وهو جاري حتى الآن حتى للمال رحمه الله. يعني نعرف بالضبط شنو كده، هو ابن أسرة ربها مزارع فلاح، له زيتون يستفيد منه، لكن هذا الزيتون يحصد بالعشرات ولا بالمئات ولا بالالاف، وله شيء من الارض، وله امكانيه الزراعه في الاراضي الاشتراكيه، وله شيء من قطيع الغنم، ولكن كل هذا يمكنه من القيام بشؤون العائلة. هو عنده أولاد، بارك الله، عنده باش أولاد، وعنده عائلة بحيث يمكن أن يقوم بسداد كل ما هي شؤون العائلة والدراسة الابتدائية، لكن التفكير فيما بعد هذا غير ممكن. من ناحية ثانية لم تكن فيه، عندما وصلنا نحن إلى نهاية التعليم الابتدائي في جرجيس، أنا في جرجيس وهو في حمادي، حمادي 3 كيلومتر على طريق مدنون، واحة توصل لجرجيس، أول واحة على اليمين هذه هي حمادي بلاد أحمد إبراهيم. المدرسة اللي قرأ فيها هي مدرسة حمادي، أنا كنت في مدرسة جرجيس. وعندما وقع تنظيم المناظرة ختم الدروس الابتدائية، كان ذلك في المدرسة المركزية، ليكول فرانكو عرب، ليكول برينير فرانكو عرب دوزارسيس، وقدم التلاميذ من كل المدارس بزارسيس، وكانت المناظرة، وكان الكل ينتظر من يتفوق في هذه المناظرة. الذي تفوق وفاز بالمرتبة الأولى هو أحمد إبراهيم، لم يكن أحد يعرفه. وطبعاً كانت فيه ردود فعل، لأن المركز هذا هو مركز الفصيل القبلي، يعني لأن نحن قبيلة عكارة، وفي هذا التاريخ بورقيبة معنى أنهى قضية القبائل، لم تعد هنالك هوية قبلية، لكن العقليات كانت، فكان ردة فعل من الناس الموجودين في جرجيس، كيف أن هذا المنسي، لأنه هو من فصيل المنسى، كيف
فهذا يأتي إلى جرجيس بالذات ويكون هو على رأس هذه القائمة. وهذا يبين أن المجتمع أصبح بهذا التاريخ واعيا بأن الارتقاء في السلطة والارتقاء إلى السلطة يكون عن طريق الشهادات. ولذلك فإن مسؤولية عمي مسعود إبراهيم والد أحمد، هذا رجل مناضل، هذا رجل طويل القامة طويل البنية وعيناه في زوقة البحر، كان يحب ابنه هذا حبا شديدا ويحرص على رعايته وأقسم أن يوصله إلى الصادقية، وفعلا سجله في الصادقية رغم أنه لم يكن له الإمكانيات. يعني أنا والدي وعائلتي نسبيا خير منه شوية لأن عائلة عدول وكذا، ولكن لم يكن لنا الإمكانيات باش يتحرك العائلة في هذا الاتجاه. فالمشهد الأول نحب نقوله، سنة 1958 دخلنا بالكور كومبليمونتير في زرزيس، أول مدرسة ثانوية في زرزيس، ثلاث سنوات برك، وقرينا ثلاث سنوات على بعضهم، ما فيش كتب، ما فيش أساتذة، فيه بعض المدرسين معلمين، فيه بعض الفرنسيين، قرينا وكأننا لا نقرأ، لأن فقط يعني عندنا كراسة وعندنا هذا الأرواز وعندنا المحبرة والقلم المحبرة. ثلاث سنوات انتهت، ثلاث سنوات سنة 61، هذا العام اللي صارت فيه أزمة بنزرت. فكانت النتيجة أن التلاميذ الذين يستحقون إلى نتائج للمواصلة كان عليهم أن يكون المعدل 12 فما فوق، فلم يحصل على هذا المعدل إلا اثنان بالكسب العلمي، تعرفوه هذا كان في مع وزير الدين وعبد المجيد الجلال، مفقد في التعليم ومعروف حتى هو أيضا. يعني أنا أحمد إبراهيم وأنا ومحمد الكشف هذا اللي أصبح محامي فيما بعد، ولا واحد منا عنده أكثر من 10 واش. ولذلك بالقسم العلمي وجراب كان لهم إمكانية الالتحاق بليسي جيبس اللي أول ليسي في الجنوب. يعني إذا تعرفوا هذا، دولة الاستقلال هي التي أدخلت ليسي في الجنوب. غادي بصفاقس ما كانش في ليسي سنة 58 وسنة خاصة سنة 61. فالتحق بالقسم العلوي وقراب معناها لأنهم عندهم المنحة نتاع مدرسة الترشيح، وإحنا قالوا لنا ما عندكمش المستوى، ففكرنا في الخروج. ندرسوا وقتها ياخذونا في الثانوي ولا نمشيو أتسوانيو ولا حاجة. ولكن في الحقيقة خاصة عمي مسعود هذا شد صحيح، قال أنا من المستحيل لازم نبعث ولدي ومش باقي الجابس للصدقية. وفعلا هذا اللي صار، لا أدري كيف وعمري ما سألت أحمد كيف صار، لكن في السنة الرابعة لأن احنا درسنا في المرحلة الثانية ثلاث سنوات برك، هذه إصلاح المسعدي، المسعدي نحى البكالوريا دي بريمير بارتي دوزيام بارتي ولا ثلاث سنوات برك، وثلاث سنوات في الحقيقة والبكالوريا وصلنا لها بجيبس. لكن في السنة الرابعة هذه الانتقال من زرزيس إلى الخارج هو مشى عدى المناظرة بتاع الصدقية ونجح فيها، نجح فيها رغم أن المعدل بتاعه قد يبقى 10 فقط، وقبلوه في الصدقية وقرأ حتى تقريبا لا أدري آخر سنة وإلا في وسطه قال تروامو فقط، يمكن تروامو. المهم هو كانوا تروامو ورجع الجابس، التحق بينا في الجابس، لأن احنا مشينا الجابس. لماذا؟ لأن الدولة شرعت في توزيع المنح. يعني أي سيد
لها أن يعني تتجاوز جيبس. وبعد مش ثلاث سنوات جيبس المطيلة، لأن هذه الخاتمة تقريبا آخر محطة سنة 64، جوان 64، بكالوريا، أول بكالوريا في ليسي في الجنوب. وكنا في الحقيقة أتينا من كل أصقاع الجنوب، من جهة قفصة هؤلاء يتكلمون بالتاء، تاء نمشي، وجماعة تجرير داء نمشي، وجماعة نغزاوة عا نمشي، ونحن في الجنوب الشرقي نقولوا بي نمشي. من هالناس هذم الكل، من هالناس هذم الكل. أتبع أنت سوف